بيقولوا لي انه عم يردنا عدد كبير من الاتصالات يقولون انهم من جيران سامر المصري، ولكن لن نقبل ان ناخذ ولا اي اتصال على الهواء اذا لم يعلن عن اسمه الحقيقي الكامل، يعني لنتاكد مين هو، وبالتالي بشرط ان لا يكون ضمن الحديث الذي سيقال اي تجريح او اي تشهير بعائله سامر المصري. معنا حدا بده يقول اسمهم؟ ايه شو الاسم؟ ابو يزن عماد محبوب. بتعرف حدا بالحاره اللي قاعدين فيها اسمه ابو يزن عماد محبوب؟ محبوب الحاره. محبوب الحاره بتعرفوه؟ جار ابو يزن. مساء الخير. مساء الخير. يا هلا. هلا فيك استاذ توني. تفضل. شو عندك تقول؟ استاذ توني من سنه انا شفت الخادمه طالعه تكب الوسخ تبع البيت. نعم. كانت مشوهة كتير بوجهها. نعم. سألت قلت لها حضرت يعني انه شو ليش هيك صار بوشك؟ قالت لي والله ماما ضربتني. نعم. فهذا اللي هلا بشهد انا انه بس هي كان في تشويه. طيب ابو يزن و حسام انا بدي اسأل سؤال. هلا طبعا الموضوع الانساني والتعاطف الانساني وخصوصا لناس موجودين بتشتغل برات بلدها بيلعب دور كبير بمجتمعنا يمكن العربي والعاطفي، بس في موضوع اكبر، يعني نحن بحكم جيرتنا، يعني نحن ان كان بلبنان بسوريا بالاردن بالخليج وين ما كنا، في نوع من الالفة بين الاهل، يعني بيستروا على بعضهم. يعني اليوم انه بين خادمي عم بتقول انه الماما ضربتني، انت عاطفتك واحساسك مفروض يتحركوا لحماية جارك، يعني ولحماية اذا بدك ناس عشرة عمر انت وياهن. لماذا التحرك كان عم بيكون ضد سامر المصري مش معه؟ يعني ليه دايما بدكم تصدقوا الخادمة ما بدكم تصدقوا سامر؟ ليش في هالاصرار؟ شو في بينكم وبين سامر بالحارة تا دايما بدكم تصدقوا الخادمة ما بدكم تصدقوا له؟ جواب انا ولا استاذ توني لو سمحت. ايه تفضل ابو يزن. نحن بنحترم الاستاذ سامر المصري كثير كجار وكحاره، ما شفنا منه اي اساءه. نعم. لكن اللي شفناه بعندنا للخادمه وقت عم تطلع تظهر لبرا تكب الاوساخ او تشتري من السوبر ماركت، يعني شفنا الاثار المؤلمه، يعني نحن بشر. فكثير انزعجنا مشانها وتضايقنا كثير مشانها، انه شو السبب هذا اللي على طول في تشويه بوشها بصورتها، فكثير هذا الشيء اثر فينا يعني. وبعدين الجيران كانوا يحكوا انه دائما يعني يحكوا بين بعضهم انه زوجته لسامر المصري انه عم تعزيه عم تضربها، يعني حتى سمعت انه هي اخر المشكله اخر هالشيء اللي جرحت فيها وشها انه مشان كاسه كسرتها بالبيت. شو صار؟ كاسه مشان كاسه كسرت كاسه بالبيت. مشان كاسه كسرتها بالبيت كسرتها بالبيت. طيب بدي اتشكرك ابو يزن.